السلام عليكم حبايبي الشطار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بس مريم، هتكلم معاكم النهارده عن الكوميونتي هيلبرز تولز، يعني الادوات اللي بيحتاجوها، او بنسميها برضو الوركرز تولز، يعني الادوات اللي اي حد شغال في اي وظيفه بيحتاجها. تعالوا كده نتعرف كل وظيفه بتحتاج ايه، او ايه التولز اللي بيستخدموها. يلا نبدا. اول حاجه نبدا منين؟ تعالوا نبدا من هنا. اوكي، تعالوا نشوف كده. البورد مين بيحتاجها؟ طبعا البورد والبنسلز والحاجات دي كلها. مين؟ التيتشر. طيب بعد كده دي ادوات مين؟ فكروني كده، قولوا يلا انتوا سبقوا. مين اللي بيحتاج الادوات دي؟ اكيد اكيد الالكتريشن. طيب وبالنسبه لده، ركز كده في البيكتشر وقول لي. برافو عليكم، بوتشر. طيب وهنا هيكون ايه؟ كاربنتر. وهنا مين هيحتاج الاستيسوسكوب؟ مين؟ دكتور. طيب بالنسبة بقى لدي، مين هيحتاجها؟ أكيد الفاير فايتر، وده أكيد هيحتاجه الفارمر. أما بقى الحوزة اللطيفة دي، مين هيحتاجها؟ الانجينير. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. متنسوش الحلقة الجاية هنحل تمارين كتيرة جدا عن الوركرز تولز، اوعوا تفوتوها. أشوفكم على خير.